حضرتنا عساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم RNA Envelope Virus Single Strand Negative Sense. إذن اليوم راح أبلش بعائلة RNA Virus اللي هي Envelope Virus Single Strand Negative Sense. قبل ما أبدي محاضرة اليوم، بالمحاضرة السابقة تكلمت عن the classification of the virus of the viruses. Classification of the viruses. The classification of the viruses كان اعتمادا على الفينوتايبين كاركترستيك. صنفوا لي الفيروسات الى عدة تصنيفات اعتمادا على الصفات المظهرية. الصفات المظهرية تشمل لي المورفولوجيكال، النيوكليك اسيد تايب، نوع الحامض الاميني اذا كان دي ان اي او الار ان اي، مود اوف ريبليكيشن، طريقة التكاثر مالته، راح يتكاثر بالنواة او بالسيتوبلازم، عندي هوست اورجانيزم and the typing and typing of disease that causes، يعني ال host organism والنوع المرض اللي راح يسبب لي الفيروس عندما راح يسبب لي الهوست. اذا عدة تصنيفات صنفوا الفيروسات الى عدة تصنيفات اعتمادا على الفينوتايبينج كاركترستيك. اول تصنيف كان according to the nucleic acid type، اعتمادا على النوع النيوكليك اسيد، اعتمادا على نوع الحامض النووي اللي صنفونه اياه. كانت تشمل تصنيفين اللي هي دي ان اي فيروس والار ان اي فيروس. التصنيف الثاني كان according to the disease their causes it، يعني حسب الديزيز اللي راح يسبب لي الفيروس. طبعا الديزيز حسب الديزيز ان الفيروس راح يصيب لي ان جنرال ديزيز فيروس، الفيروسات اللي تسبب لي امراض عامه، والفيروسات اللي راح تصيب سيرتن اورجان اللي راح تصيب عضو معين. التصنيف الثالث كان يشمل لي التصنيف الثالث صنفوها اعتمادا على الانترناشنال كوميونيتي اوف توكسونومي اوف ذا فيروس. طبعا هنا صنفها اعتمادا على الفيرال مورفولوجيكال، اعتمادا على الجينيوم بروبرتيز، اعتمادا على خصائص الجينيوم، اعتمادا على الفيزيكال يعني فيزيكال كيميكال بروبرتيز للفيرون، واعتمادا على الفيرال بروبرتيز، اعتمادا على الجينيوم اورجانيزيشن اند ريبليكيشن، وعندي انتيجينيك بروبرتيز اعتمادا على صفات الانتيجينية، واخر شيء اعتمدوا الانترناشنال كوميونيتي اعتمدوا على البيولوجيكال بروبرتيز، الصفات البيولوجية. اخر تصنيف اللي هو التصنيف الرابع، التصنيف الحديث اللي هو صنف من قبل العالم ديفيد بلتيمور. هذا العالم صنف لي الفيروسات الى 7 او 6 فاميلي 6 او 7 جروبس اعتمادا على تايبنج اوف ذا نيوكليك اسيد، اعتمادا على نوع الحامض النووي اللي كان سواء كان دي ان اي او ار ان اي، والشيء الثاني حسب قابليتها على انتاجها للمسنجر ار ان اي برودكشن. اذا اليوم راح ابدي باول جروبس بنظام ديفيد حسب تصنيف او نظام ديفيد بلتيمور اللي صنف لي الفيروسات يعني الى 6 جروبات او 7 جروبات. اللي اول جروب اللي حبتي اليوم بي هو ار ان اي انفلوب فيروس، فيروسات الار ان اي اللي تكون مغلفه نيجاتيف سنجل ستراند نيجاتيف سنس، احاديه الخيط وتكون نيجاتيف سنس. هذا هو تصنيف بلتيمور او ديفيد بلتيمور اللي صنف لي الفيروسات اعتمادا على صنف ليها الى فاميلي، يعني الى فاميلي الى دي ان اي فيروس والار ان اي فيروس، اعتمادا على التايب اوف ذا نيوكليك اسيد، اعتمادا على نوع النيوكليك اسيد، واعتمادا على الماسنجر ار ان اي برودكشن. اول جروبس هو كان دبل ستراند دي ان اي، سنجل ستراند ار ان اي، دبل ستراند ار ان اي. عندي single strand RNA positive sense و single strand RNA negative sense، وعندي single strand RNA with reverse transcriptase، وعندي double strand DNA with reverse transcriptase، والشيء الثاني على أساس إنتاجها للمسنجر RNA. إذن أول راح أبدي بأول groups اللي هو ال RNA virus اللي هي تشمل لي single strand RNA positive sense اللي تكون هي envelope و non-envelope virus،
وعندي الجروب الثاني اللي هو single strand negative sense اللي تكون ايضا هي envelope virus، واليوم راح ابدي بيها اللي هي مجموعة الهيليكالز symmetry double strand اللي هي non envelope virus اللي هي تكون الايكوشيدرال symmetry. اذا اليوم راح ابدي اني بالsingle strand negative sense RNA virus اللي هي تكون envelope ويكون السيمتري مال الفيروس هيليكالز شيب، يكون يعني هيليكالز حنزولي. عندي راح اليوم اتكلم عن تشملي الفاميلي الأورثوميكزوفيروس، وعندي الباراميكزوفيروس والريبدوفيريدي وبقية الفاميلي اللي راح اتكلم عنها بالمحاضرات السابقة. الأورثوميكزوفيروس أسميها الفيروسات المخاطية. الفيروسات المخاطية أي الفيروسات اللي راح تصيب لي الميكوزا ممبرين، الغشاء المخاطي الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي. إذا الأورثوميكزوفيروس قد صنفت أو قسمت إلى عائلتين. تم تصنيف الفيروسات المخاطية، صنفنا الأورثوميكزوفيروس إلى عائلتين. العائلة الأولى اللي هي الأورثوميكزوفيريدي، الأورثوميكزوفيريدي مثال عليها عندي إنفلونزا فيروس. الباراميكزوفيريدي عندي مثال عليها البارا إنفلونزا، شبيه الإنفلونزا. عندي الممس اللي هو النكاف. عندي المزلس اللي هو الحصبة. رسبيراتري سانسيشيو فيروس and Newcastle disease virus. اذا الأورثوميكزوفيروس صنفتها فيروسات، قسمتها او صنفتها تحت عائلتين. الاولى هو يعني الفيروسات الأورثوميكزوفيروس صنفناها الى عائلتين. العائله الاولى سميتها الأورثوميكزوفيريدي، والعائله الثانيه راح اسميها الباراميكزوفيريدي. الأورثوميكزوفيريدي اخذ مثال عليها فيروس الانفلونزا، اما الباراميكزوفيريدي راح اخذ عليها مثال بارا انفلونزا، الممالز، المزلز، رسبيراتري سنسيشيال فيروس، اند نيوكاسل ديزيز فيروس. الأورثوميكزوفيروس قلنا قسمناها الى تو فاميلي، الى عائلتين اللي هي الباراميكزوفيريدي والأورثوميكزوفيريدي. الباراميكزوفيريدي يعني راح ناخذ عليها مثال البارا انفلونزا، الممالز، المزلز، رسبيراتري سنسيشيال فيروس، اند نيوكاسل ديزيز او نيوكاسل فيروس. الأورثوميكزوفيريدي تشمل فيروس الإنفلونزا فيروس. الأورثوميكزوفيريدي، الأورثو يعني معناتها الترو، الميوكو معناتها الميوكوس. إذا هي شنو هي؟ الفيروسات اللي لها القابلية على أنه وراء تتصل بالميوكو بروتين، بالبروتين المخاطي الموجود على سطح الخلية الهدف on the surface of the host موجود على سطح الخلية الهدف. إذن هي عبارة عن الفيروسات اللي راح ترتبط وين؟ ترتبط بالميوكو بروتين، ميوكو بروتين الموجود على سطح الأغشية المخاطية أو على سطح الجهاز التنفسي اللي موجود على سطح الخلية الهدف. إذن مميزات الأورثوميكزوفيروس، مميزات الفيروسات المخاطية. A group of the high contagious human pathogenic virus تعتبر هي من الفيروسات الممرضة والمعدية للإنسان اللي تسبب لي مرض الإنفلونزا بالنسبة للإنسان وبقية الحيوانات الأخرى. أهم الجينر كاركترستيك والستركتشر للأورثوميكزوفيروس. الأورثوميكزوفيروس هي R envelope virus، فيروسات مغلفة single strand RNA اللي تتكون من الحامض النووي، هو من نوع الـ RNA اللي يكون هو أحادي الخيط. القطر مالته تقريبا 100 نانومتر ان دايمتر، ويكون تركيبه او سيمتري مال الفيروس او الفيرال شيب يكون من نوع الهيليكالز. الجينيوم، طبعا الشيء المميز بعائلة الأورثوميكزوفيروس انه هو الجينيوم. الجينيوم احنا قلنا هو يكون RNA negative sense، لكن ايش بيه انه الشيء مميز single strand. الشيء المميز انه الجينيوم يكون segmentated، يكون مقطع الى 8 قطع. الجينيوم يكون مقطع الى 8 قطع في حالة الانفلونزا تايب A وتايب B، لكن في حالة الانفلونزا تايب C عدد segmentated للجينيوم تكون هي عددها 7. في حالة الانفلونزا تايب A وتايب B الجينيوم يكون مقسم الى 8 segmentated الى 8 قطع، بينما في حالة الانفلونزا تايب B الجينيوم يكون عدد segmentated هي 7 segment، يعني الى 7 قطع.
الانفلوب طبعا احنا قلنا هي انفلوب فيروس. الانفلوب يمتاز انه هو ليبيد باي لاير، يكون هو غلاف، يكون غلاف دهني ثنائي الطبقه، يمتاز بوجود الانتيجينك ستراكشر، تراكيب الانتيجينيه اللي هي الموجوده على السطح الخارجي للغلاف، اللي هي تكون اللي سميناها السبيكس او سميناها البوبلوميرات، اللي هي عباره عن كلايكوبروتين. الكلايكوبروتين اللي هي راح نشوفها موجوده بروجكت، اللي هي راح تبرز خارج الغلاف، اللي هي نوعين من البوبلوميرات او من السبيكس، سميناها الهيم اجلوتينين اند نيورامينيديز. الهيم اجلوتينين نرمزها بالH، هي عبارة عن مصدات انتيجينية، هي المسؤولة عن حدوث الفيريشن، انتيجينك فيريشن بفيروس الانفلونزا. والنيورامينيديز اللي هي نرمز لها برمز N، هي عبارة عن كلايكوبروتين موجودة بالممبرين of the virus، هي المسؤولة عن حدوث الفيريشن of the antigenic structure. الانفلونزا فيروس، اذا راح اخذ مثال على فيروس يعني على عائلة الأرثونوكسوفيريتي فيروس الانفلونزا. الانفلونزا فيروس، الانفلونزا فيروس belong to the family of Orthomyxovirinae. فيروس الانفلونزا راح يعود الى عائلة الأرثونوكسوفيريتي، هي عائلة الفيروسات المحاطية. And تعتبر هي the causative agent of the فلونزا، تعتبر هي الأرثونوكسوفيريتي هي العامل المسبب لحدوث الانفلونزا. الانفلونزا هي عبارة عن respiratory disease in the human، هي عبارة عن يعني مرض تنفسي، مرض تنفسي يصيب الإنسان with well defined systematic يعني symptom، يعني مرض تنفسي يصيب الإنسان. ولاحظ هذا المرض التنفسي يصيب البشر مع أعراض جهازية، تكون هذه الأعراض الجهازية واضحة المعالم، وتحدث هذه بشكل يعني بثلاثة أشكال، اللي هي السبورادك بشكل متقطع، أو بشكل إبديميك بشكل وباء، أو بشكل البانديميك الجائحة اللي نشوفها اليوم بكوفيد 19. الإنفلونزا كان بيكلاسيفاي انتو نقول ان ثري جروب، قسمناها الإنفلونزا إلى ثلاث جروبات، اللي هي إنفلونزا تايب A تايب B، هي ما هذول الاثنين المسؤولين عن حدوث الموربيديتي اند مورتاليتي ان ذا هيومن، مسؤولين عن حدوث الهلاكات والمهلكات والوفيات، زين يعني بالانسان، بالاضافه الى الخسائر الماديه الملموسه. بينما تايب سي نسميه سبورادك، يعني احنا عندنا الانفلونزا تايب اي وبي هو المسؤولين عن حدوث الابديميك والبانديميك، لكن عندي تايب سي هو يكون سبورادك فورم، يعني انه يكون يحصل بشكل متقطع، وهو مسؤول عن المايلد ريسبيراتوري ديزيز، عن الأمراض التنفسية الخفيفة اللي تحدث بشكل سبورادك بشكل متقطع، وخاصة عندي وين يعني مايلي ان تشيلدرن، وخاصة أول سيلم عند الأطفال. عندي مصطلحين أساسيين للإبيديميك والبانديميك، الإبيديميك هي عندي الوباء، وعندي البانديميك هي الجائحة. الإبيديميك هو refers to an increase often sudden and often sudden in the number of the case of disease above what is normal expected in population with the geographic area. إذن الوباء هو شنو؟ هو زيادة، غالبا ما تكون هذه مفاجأة، الزيادة المفاجأة بعدد الحالات المرضية اللي يعني عدد الإصابات اللي بمرض ما، يعني زيادة غالبا ما تكون مفاجأة في عدد الحالات المرضية بمرض ما، تكون يعني أعلى مما هو متوقع. دائما هاي يحدث وين؟ في منطقة سكانية داخل، يعني في مجموعة سكانية داخل منطقة جغرافية. إذن زيادة مفاجئة بعدد الإصابات المرضية، يعني الزيادة تكون هي يعني أكثر مما هو متوقع، وتحدث هذه في مجموعة سكانية، مجموعة أشخاص داخل منطقة جغرافية معينة. البانديميك هو نفس الوباء، لكن إنه وين راح ينتشر الوباء؟ ينتشر في عدة دول separated of in several countries، ينتشر في عدة قوق يعني عدة دول أو قارات، وعادة ما يصيب large number of the people، اللي يصيب عدد كبير من الناس، وهذا اللي راح نشوفناه بجائحة الكوفيد 19. Properties of the virus influenza، مميزات فيروس الإنفلونزا.
فيروس الانفلونزا، ايش راح يميز انفلونزا فيروس؟ طبعا هذا اللي تشوفون شكل الانفلونزا فيروس، طبعا هذا هو يكون شكلها سيفريكال، لان هذا شيء اما تكون شكلها سيفريكال او فليمنتس، او شكلها يكون اما شكل كروي او خيطي. الشكل الكروي طبعا هنا انا راح نشوف اني شكل الكروي دائما اني هنا أنا تحت الالكترون مايكروسكوب اللي يبين لي الشكل الكروي. يعني معنى احنا انفلونزا تايب اي وتايب بي هو تاخذ شكل سيفريكال، انفلونزا تايب سي هي تاخذ شكل فليمنتس. إذن morphological of the influenza virus. Influenza virus are spherical or filamentous in shape. Envelope virus هي تكون من الفيروسات المغلفة، القطر مالتها حوالي من 80 إلى 120 نانومتر in diameter. إذن شو راح تتكون؟ تتكون الفيروس الإنفلونزا يتكون من segmentated، شوفوا هذا هنا عدد القطع segmentated، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن RNA هو هنا يكون segmentated مقطع إلى 8 قطع. باستثناء عندنا باستثناء الانفلونزا تايب سي قلنا الجينيوم يكون مقسم الى 7 قطع. اذا الفيروس الانفلونزا راح يتكون من سنجل ستراند ار ان اي سيجمنتيتد يكون مقطع، نيوكليوكابسايد، النيوكليوكابسايد هو عباره عن التركيب اللي راح التركيب اللي راح يتكون من النيوكليك اسيد ويا الكبسوله اند الانفلوب. التركيب المميز بفيروس الانفلونزا انه الانفلوب مالته، انه يعني التركيب المميز ايضا للفيروس الانفلونزا انه هي تكون حاويه على different structure of the protein، يعني بروتينات تركيبيه مختلفه، اللي هي اول بروتين هو نيوكليوبروتين، البروتين النووي. هذا البروتين النووي associated with the viral RNA to the from ribonucleoprotein. اذا هذا النوع من البروتينات راح يرتبط ويا RNA وهي السيجمنت مال ار ان اي، وراح يكون لي تركيب من نسميه رايبو نيوكليو بروتين نسميه الحامض النووي الرايبي، اللي هو راح يكون يتجمع على شكل هيليكلز كونفيجيشن، راح يكون تركيب الهيليكلز. ثري لارج بروتين، البروتين نوع ثاني من البروتين نسميها بوليمريز او كومبلكس بوليمريز ار ان اي، او نسميها لارج بروتين. لارج بروتين البروتينات اللي هي راح ترتبط او تتصل تكون مرتبطه مع الرايبو نيوكليو بروتين، تكون مرتبطه مع الرايبو نيوكليو بروتين وتكون مسؤوله عن عمليه الار ان اي ترانسكريبشن، عن عمليه الاستنساخ الار ان اي، وعن عمليه التكاثر، عن عمليه الريبليكيشن او عمليه التضاعف مال دي مال الار ان اي. ماتريكس بروتين، عندي البروتينات الماتريكس بروتين 1 وماتريكس بروتين 2. الماتريكس بروتين اي هو عباره عن البروتين اللي راح يبطل لي الغلاف الفيروس من الداخل. اذا هو عباره عن البروتين اللي راح يبطل لي غلاف الفيروس من الداخل. طبعا هذا هو يكون يعتبر من المكونات المهمه اللي راح يساعدني في اثناء ما يتجمع الفيروس. الام اي يعني الام 2 اللي هو نسميه ايون كانال بروتين، كانال بروتين هو موجود بالانفلوب مال الفيروس، وراح يكون يساهم بالفيروس، يعني يساعد الفيروس في عمليه الانكوتنج وذ ريسبيراتوري ايبيثيليال سيل، عمليه انزاع الاغلفه ويا الخلايا الظهريه التنفسيه. عندي المستضدات الانتيجينية اللي هي المهمة، اللي هي المسؤولة عن حدوث الجينيتك فايريشن، اللي هي الهيم أجلوتينين الموجودة على السطح الخارجي للغلاف، اللي هي الهيم أجلوتينين ونيوراميليديز. الهيم أجلوتينين راح يساعد التاتشمنت اوف ذا سلسلك أسد كونتينر ريسبتر. إذا هذا هو يحتوي على راح يساعد أن يعني يحتوي على ريسبتر اللي هو سلسلك أسد، راح يرتبط الموجود يعني هذا حيساعد على اتصال هذا يتصل ويا سلسلك اسيد كونتين ريسبتر الموجود على سطح الريسبيراتوري ايبيثيليال سيل. اذا الهيم اجلوتينين وظيفته هو الاتاتشمنت، بينما النيوراميليديز هو وظيفته الاليوشن او انه اكزيست اوف ذا فايروس ذا سيل، يعني انه خروج الفيروس من الخليه. اذا هو مسؤول عن كليفز نيو فورم فيرون أو of the salicylic acid contained receptor allow the virus to exist. يساعد الفيروس على الإليوشن، يساعد الفيروس على التحرير أو على الهروب من 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 الخلية اللي أصابها الفيروس. هنا أنا عندي المورفولوجيكال مال الفيروس.
المورفولوجيكال اوف ذا فيروس انفلونزا. هنا اللي حكيت عليها انه هو اول شيء انه اول تركيب هو عندي اول تركيب هو للفيروس انفلونزا هو هنا الشكل هو السيرفيكال شيب شكل الكروي. نشوف انه الار ان اي هو يكون من نوع سيجمنتيتد. احنا ذكرنا بالفيروس الانفلونزا تايب اي وبي السيجمنتيتد تكون عددها 8، بينما بال بينما بالانفلونزا تايب سي يكون عدد السيجمنتيتد هي عددها 7. هنا هذا التركيب اللي هو سميناه النيوكليوبروتين، سميناه النيوكليوبروتين. هذا التركيب قلنا انه نيوكليوبروتين، هذا التركيب راح يتحد ويا الحامض ويكون لنا رايبو نيوكليوبروتين. رايبو نيوكليوبروتين البروتين النووي. هذا الحامض قلنا احنا راح يرتبط ويا ثلاث بروتينات، يرتبط ويا ثلاث بروتينات اخرى اللي سميناها الكومبلكس ار ان اي بوليمريز او سميناها البوليمريز سب يونت اللي هي البي بي 1 والبي بي 2 والبي اي. اذا وهذا هو رايبو نيوكليو بروتين ياخذ الشكل الهيليكلز، يعني ينطيني شكل الهيليكلز. هذا هو هنا، هذا هو داخل الكبسوله. راح نشوف الرايبونيوكليوبروتين. شوفوا هنا الرايبونيوكليوبروتين، طبعا هذا هو الار ان اي. شوفوا الار ان اي متصل ويا يعني هذا هو رايبونيوكليوبروتين. طبعا هذا هو سيجمنتيد على السيجمنتيد 8. هنا هذا هو الرايبونيوكليوبروتين، وهنا عندي هاي باللون الاصفر تشوفوها، هاي عباره عن ار ان اي بوليمريز او سميناها الكومبلكس ار ان اي بوليمريز او سميناها البوليمريز سب يونت او سميناها بروتين لارج، البروتينات الكبيره اللي هي البي بي 1 البي بي 2 اند البي بي اي. هنا انا عندي نوعين من البروتينات الاخرى اللي هي الماتريكس بروتين. هذا البروتين هو المسؤول، يلعب دور مهم في عمليه يعني من المكونات المهمه في عمليه تجميع الفيروم، وهو اعتبرناه اني هو الانر اني انت يعني اللي هو انترنر انر الغلاف او الغلاف اللي راح يبطن الغلاف الفيروس من الداخل. اذا هذا هو ماتريكس بروتين. الايرون كانال، طبعا هذا هو الايرون كانال، هذا الايرون كانال. وعندي اهم الملزنات، اهم التراكيب الانتيجينيه او البروتينات الانتيجينيه او المستردات الانتيجينيه الموجوده اللي راح تطلع عني اللي راح تخرج لي او تكون موجوده على سطح الخارجي للغلاف اللي سميتها بشكل سبيكس او بوبلوميرات. عندي هي الهيم اجلوتينين والنيوراميلاميداز، الهيم اجلوتينين والنيوراميلاميداز. هذا هو تركيب الستركتشر اوف ذا فيروس انفلونزا. ذا فيرال جينيوم از سنجل سترانت، طبعا هو احنا تكلمنا عنه هسه، قلنا احنا انه الفيرال جينيوم الانفلونزا فيروس هو سنجل سترانت ار ان اي. طبعا هذا يمتاز باحتوائه على انزيم يسموه الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، هو المسؤول عن استنساخ اللي راح يسوي لي استنساخ السنجل سترانت نيجاتيف سنس، يستنسخ لي ينطيني المازنجر ار ان اي. طبعا احنا ذكرنا ايضا الجينيوم، الجينيوم يكون سيجمنتيتد الى 8 قطع في حالة الانفلونزا تايب A وتايب B، لكن في حالة الانفلونزا تايب T سيجمنتيتد يكون عددها 7 قطع. طبعا هذه سيجمنتيتد راح تشفر البروتينات مال فيروس الانفلونزا. عندي الانتيجينيك اند جينوميك بروبرتيز، عندي الخصائص الانتيجينيه، من الخصائص الانتيجينيه والجينيوم. عندي فيروس الانفلونزا تمتلك نوعين من الانتيجينات، طبعا هذه الانتيجينات هي اللي تلعب دور مهم في عمليه الانتيجينيك فايريشن، في عمليه الانتيجينيك فايريشن التغيرات الوراثيه. اذا عندي نوعين اللي هو جروب سبيسيفيك انتيجين، الانتيجينات الخاصه بالمجموعه يعني الخاصه بثلاث انواع، الخاصه بالانواع مال الانفلونزا اللي هي تايب اي وتايب بي، وعندي الانتيجينات اللي تكون خاصه بالنوع، خاصه بالنوع يعني اللي تكون موجوده بالانفلونزا تايب اي او موجوده بالانفلونزا تايب بي او بالانفلونزا تايب سي. اذا عندي الانتيجينات سبيسيفيك جروب، الانتيجين يعني الانتيجينات الخاصه بالجروب اللي هو يشمل الرايبونيوكليوبروتين انتيجين اللي هو مثال على الانتيجينات اللي تمتلك لي اياها الفيروس الانفلونزا. الانتيجين الاول اللي هو نسميه جروب سبيسيفيك انتيجين هو عندي الرايبونيوكليوبروتين انتيجين او نسميه السولبل انتيجين، الانتيجين الذائب.
او ما نسميه الانتيجين القابل للذوبان او الانتيجين الذائب عندي and differential protein matrix. عندي هذا اني عندي ribonuclear protein وعندي ايضا الماتريك بروتين. عند الماتريك بروتين هم يعتبرون من الامثله على الجروب سبيسيفيك انتيجين. اذا اعتمادا على الريبونيوكليو بروتين الاختلاف في طبيعه الريبونيوكليو بروتين والماتريك بروتين قسمت الانفلونزا الى 3 جروب اللي هي الاي والبي والسي. اذا قسمتها اعتمادا على الاختلاف بالريبونيوكليو بروتين والاختلاف بالماتريك بروتين. عندي النوع الثاني من الانتيجينات وهذا هو المهم وهذا هو المسؤول عن حدوث الجينيتك فايريشن اللي هو عندي تايب سبيسيفيك انتيجين. تايب سبيسيفيك انتيجين اللي هي اعتبرها اني مستضدات النوع المستضدات الخاصه بالنوع اللي هي اسميه سيرفس انتيجين انتيجينات السطحيه او اسميه فايرال انتيجين او اسميه انتيجينات الفيروس او اسميه الفي انتيجين. طبعا هاي هي عباره عن composed of two viral encoded protein. يعني تتكون من البروتينات اللي مشفة بالفيروس اللي هي عندي الهيموجلوتينين and neuraminidase. أنا هاي أعتبرهم هما مثال على type specific antigen. A classification of the influenza virus. تصنيف influenza virus. أنا صنفت influenza virus اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على basis of antigen difference in group. ان جروب سبيسيفيك انتيجين اند الديفرنس ان ماتريك بروتين. اذا صنفت سويت كلاسيفيكيشن لفيروس الانفلونزا الى 3 جروب اعتمادا على الاختلاف بالمستضدات الانتيجينيه اللي هي المختصر يعني الاختلاف اعتمادا على الاختلاف في الاختلاف المستضدات في مجموعه المستضد واعتمادا على الماتريك بروتين. اذا الاختلافات اللي تكون موجوده بالريبونيوكليو بروتين والاختلافات اللي هي بالماتريكس بروتين. صنفت الفيروس الانفلونزا الى 3 جروب. اول جروب او اول تصنيف له هي اول 3 جروبات اللي هي انفلونزا تايب اي. طبعا هذه انفلونزا تايب اي تكون واسعه الانتشار نقول انفكتد وايد يعني فاريتي اوف ماما يعني يصيب مجموعه واسعه من الثدييات اللي تنضم الانسان والهورس الهورس الخيول البيب اند الطيور الخنازير والطيور. طبعا يعتبر الانسان هو اهم باثوجين اللي هو العلاقه بظهور الابديميك والبانديميك بظهور الجائحه وظهور الوباء. عندي تقريبا 16 نوع يعني 16 سيروتايبس او 16 نمط مصلي يعني للهيم اجلوتينين وعندي 9 انماط مصليه للنيورومينيديز. عندي التايب الثاني اللي هو تايب بي بي انفكتد مامالز اونلي حيصيب الانسان فقط ويسبب لي الديزيز بط جنرال نوت يعني سيفير يعني بط نوت يعني سيفير يعني از تايب اي يعني يكون الحده مالته تكون اقل من ما هو بالنوع اي ويكون هو غير مشابه للاي. انه انفلونزا تايب بي فيروس دوت نوت هاف ديستينجويش يعني ما بي سيرو تايب مميزه. التايب سي او يعني ايضا ما حيصيب الانسان الفيروس كان يعني يسبب لي المايلد إلنس ديزيز ان ذا هيومن يسبب لي يعني يصيب الانسان فقط ويسبب لي اعراض يعني كلش طفيفه او اعراض يعني اعراض يعني يسبب لي يعني اما اني يعني اعراض مرضيه كلش مايلد تكون خفيفه. ديد نوت كوزز ابيديميك اند بانديميك يكون غير مسؤول عن ظهور الاوبئه والجوائح او يكون هو مختلف يعني جينيتالي اند مورفولوجيكال يكون هو مختلف وراثيا اند شكليا عن فيرو عن النوعين النوع اي والنوع بي. انتيجينيك فايريشن الانتيجينيك فايريشن اللي هو الاختلاف او التباين المستضدي. الانتيجينيك فايريشن هو از انكوي فيتشرز ان انفلونزا فيروس هو يعتبر صفه او سمه فريده من مميزات فيروس الانفلونزا. The surface antigen, hemagglutinin and neuraminidase. احنا قلنا هذول الاثنين التغير بهم هم المسؤولين عن حدوث الجينيتك فورميشن. هم المسؤولين عن حدوث البانديميك والاب يعني الابيديميك والبانديميك. اذا يعني هذول الاثنين الانتيجينات السطحية الموجودة على سطح الغلاف مال الفيروس اللي هو الهيمجلوتينين والنيوراميديز هم اللي صار بهم اللي شو فايريشن هم اللي صار بهم الاختلاف.
وهذا الاختلاف يعني هم اللي يعني ظهرت يعني الاختلافات، وهذا يعني وهذا يعني وهي المسؤوله طبعا، ها هي البرايم يعني هذا يعني اللي هيبوجلوتينيشن ونيوراميديز هي تعتبر المسؤوله بشكل اساسي عن حدوث الجينيتك جينيتك فايريشن. اذا الاختلافات اللي راح تصير بالهيم اجلوتينين ونيوراميديز هي المسؤوله عن حدوث الجينيتك عن انتجينيك فايريشن، هي المسؤوله عن حدوث الاختلافات المصرديه اللي تظهر ببايروس الانفلونزا. عند الانترنال ريبونوكليوبروتين انتجين عند الام بروتين ار ستيبل. طبعا احنا صنفنا الفيروس الانفلونزا، صنفنا الانفلونزا فيروس الى جروب الاي والبي والسي اعتمادا على الاختلافات بالريبونوكليوبروتين والماتريكس بروتين. لكن السترينات الجديده لكن انه الجينيتك فايريشن يعني الجينيتك فايريشن او الانتيجينيك فايريشن يعني اللي تحدث تكون بسبب الهيم اجلوتينين والنيوراميديز، بينما عندي الريبونوكليو انتيجين اند الام بروتين تكون ثابته. المسؤول عن حدوث الجينيتك فورميشن هو التغيير اللي راح يصير بالهيم اجلوتينين والنيوراميديز، هي المسؤوله عن حدوث البانديميك and epidemic للفيروس الانفلونزا. اذا عندي هذول هم يعني يكونون ثابتين وما لهم اي علاقه بالانتيجينيك فايريشن. عندي الانتيجينيك فايريشن المصددات الانتيجينيه او الاختلافات الانتيجينيه عندي هي نوعين اللي هي الانتيجينيك شيفت، طبعا هذول كلش مهمين مصطلحين انتيجينيك شيفت والانتيجينيك درافت. هسه نعرف شنو الانتيجينيك شيفت وشنو الانتيجينيك درافت. الانتيجينيك شيفت طبعا هم دول المسؤولين عن حدوث الجينيتك فورميشن، عن حدوث التغيرات الوراثيه او عن المسؤولين عن حدوث البانديميك والابيديميك. هسه شنو الانتيجينيك شيفت؟ الانتيجينيك شيفت هو عباره عن ابروبيت دراستيك ديسكونتينوس تشينج، اذا هو عباره عن تغيير مفاجئ وجذري ومتقطع يحدث بسبب شنو؟ ميجر انتيجينيك تشينجز، حدوث تغيرات رئيسية بالمصردات، تغيرات رئيسية وكبيرة جذرية in heme agglutinin and neuraminidase antigen. إذن هو عبارة عن antigenic shift، هو يقصد به هو عبارة عن حدوث تغيير مفاجئ وجذري ومتوقع يحدث بسبب حدوث تغيرات كبيرة ورئيسية بالمصردات الصدحية اللي هي الهيم agglutinin والneuraminidase. طبعا هذا ايش راح يسبب؟ هذا التغيير ايش راح شنو هي سبب التغييرات؟ شنو هو سبب يحدث انه ريبليس اوف ذا نقول اوف ذا جين، يحدث انه استبدال احد الجينات للهيم اجلوتينين او النيوراميديز باي وين كود. لما يحدث استبدال احد الجينات اللي تعود للهيم اجلوتينين او النيوراميديز ايش راح تؤدي لنا بالنهايه؟ راح تعطيني تسلسل الأحماض الأمينية تختلف تماماً عن التسلسل الأصلي. إذن هذا هو الأنتيجينيك شيفت. إذن الأنتيجينيك شيفت إيش راح يسوي؟ يؤدي لي إلى يعني حدوث تغيير راح يسبب لي لما نستبدل أحد الجينات راح ينطيني تركيب يعني الأحماض التسلسل الأحماض النووية راح يكون يختلف عن ما هو عن التسلسل السابق. بالإضافة إلى أنه المواقع الأنتيجينية اللي راح يرتبط بها المواقع الأنتيجينية اللي هي الهيماجلوتينين أو النيوراميديز راح يصير بها تغيير جذري، كلها راح تتغير. إذن الأنتيجينيك شيفت دائما راح أشوف يظهر بفلاونزا تايب أي أولي اللي هي راح تصيب لي الإنسان والحيوان. إذن الأنتيجينيك شيفت هو عبارة عن تغيير مفاجئ وجذري متقطع يحدث بسبب هو تغيرات رئيسية في المصردات الأنتيجينية الهيم أجلوتينين أو النيوراميديز. هذا التغيير الكبير أو التغيير الجذري الكبير يحدث عندما يحدث استبدال جين بالهيم أجلوتينين أو النيوراميديز لما يؤدي بأحد الكودونات. لما نستبدل جين بالهيم أجلوتينين أو النيوراميديز هذا إيش راح يؤدي لنا؟ راح يؤدي لنا إلى إنه يعني يؤدينا الى حد لانه الاحماض الامينيه تسلسل الاحماض الامينيه الناتجه تكون تختلف عن ما عن راح تغير تسلسل الاحماض الامينيه بسبب البليسمنت اوف ذا جين. ايضا اشرح مواقع الارتباط الانتيجينيك سايت الموجوده على الهيم اجلوتينيشن ايضا راح تتغير كليتها. اذا
هذا هو اللي اقصد به الانتيجينيك شيفت اللي راح يحدث ب او يظهر بانفلونزا تايب اي اونلي. طبعا الانتيجينيك شيفت فايريشن التغيرات اللي راح تسبب لي اياها الانتيجينيك فايريشن الانتيجينيك شيفت طبعا تحدث كل 10 الى 11 سنه. طبعا هي هاي اللي هذا التغيير اللي صار بالجين او انه استبدال من الجين او هذا الجينيتك فايريشن اللي صار هو اللي يكون مسؤول عن ظهور البانديميك سترين، ظهور العتره الجائحه او العتره اللي يسميها ريكومبليتد سترين، العتره اللي العتره المؤلفه اللي العتره او العتره الجديده اللي ظهرت لنا عن طريق حدوث الانتيجينيك فايريشن. طبعا هذه هي تنشأ من بعض الحيوانات اللي بعض الحيوانات او الطيور الخازنة او انه يعني وتنتشر بس يعني اما بصورة مباشرة للانسان او انه تنتشر عن طريق الطفرات او نتيجة الريكومبينيشن نتيجة يعني يصير مزيج بين الانسان والحيوان، يعني يصير مزيج بين الهيومن ادون هيومن سترين، بين المزيج يعني راح يصير بين العتره اللي تصيب الانسان والعتره اللي تصيب الحيوان، فتؤدي الى انه تظهر لنا بانديميك سترين عتره جديده هي تختلف عن العتره الاصليه. اذا عندي الـ 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 هذا الترتيب يعني هذا الـ 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 يعني البانديميك سترين الناتجه راح يصير لها جينيتيك ريأسورتمنت اعاده ترتيب جيني. احنا بسبب الانفلونزا فيروس بسبب انه فيروس الانفلونزا هو يكون سيجمنتيتد يكون هو مقطع الجينيتيك ريأسورتمنت اعاده ترتيب راح تحدث بالخليه اللي راح تصيب يعني اعاده ترتيب راح تحدث بالخليه اللي راح تصاب بالفيروس تصاب with the virus تصاب بفيروس اللي هو يكون من نوعين مختلفين. اذا عندي الانتيجينيك شيفت يعني شلون راح تحدث اعاده ترتيب يعني يتم هذا انه شلون راح يصير يعني انه الخليه مال يعني مثلا انه الانسان راح يصاب بخلية الهوست سيل is infected يعني تصاب with the viruses of the two different يعني parent strain. بهذه بجينتك assortment طبعا هي اللي مسؤولة عن حدوث جينتك assortment على الترتيب هي المسؤولة عن حدوث البانديميك بالإنفلونزا تايب A. عندي هنا عندي الايو اسيا الاريو اسيا سواين طبعا هنا يبين البانديميك هنا عندي ظهرت بال 1990 انه ثلاث انواع او ثلاث عتر من ثلاث عتر من الفيروس الانفلونزا الوحده الاولى هي يعني هي تصيب الخنازير والثانيه هي تصيب الانسان والثالثه اللي هي من الطيور. صار جينيتيك اسورتمنت شوفون هنا يعني هنا صار جينيتيك اسورتمنت يعني انه لم يعني اصيبت يعني بال صارت جينيتيك اسورتمنت بال يعني بال 2000 انه بشمال امريكا ظهرت لنا البانديميك او العتره الجديده اللي تشوفون هنا شلون صار هنا عندي السواين يعني سواين انفلونزا اللي هي H1N1 تشوفون هنا هي باللون الازرق وهنا عندي الهيومن ال H3N يعني ال H3N2 السيجمنت مال الحامض النووي تشوفوها باللون الاحمر وهنا عندي الايفيان انفلونزا اللي هي عندي يعني سيجمنتيتد مال الار ان اي هي تكون باللون البنفسجي. اذا صار عندي اكسشينجد تبادل بتوين 3 سترين صار تبادل بالنيوكليك اسيد اكسشينجد اوف ذا سيجمنتيد اوف ذا نيوكليك اسيد صار تبادل بالقطع مال الاحماض النوويه ادت الى ظهور العتره جديده بال2000 وبال2009 ظهرت لنا العتره اللي هي الH اللي هي اللي صارت للانسان اللي هي الH1N1. اذا عندي
اذا انت هنا الفيروس يعني هنا عندي الانتيجينك شيفت، انه الانتيجينك شيفت انه هو سببه هو انه فيروس الجينيوم مال فيروس الانفلونزا هو كان هو يكون مجزأ، ويمكن ان تحدث اعاده الجينيتيك ريأسورتمنت عندما تصاب خليه المضيف بوقت واحد بفيروس من سلالتين مختلفتين. يعني مثل يعني انه مثلا عندي فيروس الانفلونزا اللي هو فيروس اللي يصيب الخنازير واللي يصيب الطيور، هذول عندما الخليه يعني مثلا الانسان يصاب بفيروس يعني يصاب بفيروس واحد من سلالتين مختلفتين، يحدث لها جينيتيك ريأسورتمنت، تؤدي الى جينيتيك ريأسورتمنت، تؤدي الى ان العتره الجديده الناتجه راح تكون تختلف عن العتره الاصليه. الانتيجينك درافت، الانتيجينك درافت شنو اقصد به؟ انه هو الانتيجينك درافت هو عباره عن يعني جراجوال سيكوينتال ريجولار انتيجينك تشينجد، هو عباره عن تغيير متصدي تدريجي ومتسلسل ومنتظم انفلونزا فيروس. طبعا هذا يحدث بسبب شنو؟ ماينر انتيجينك تشينج، تغيرات طفيفه بالهيموجلوتينين او النيورامينيداز، واللي تحدث بشكل فريكوينتي يعني انتيرفالز، تحدث بشكل يعني بشكل متكرر، ويعني بتحدث على شكل فترات متكرره. طبعا هذا النوع من يحدث بسبب سنجل ميوتيشن، يعني هذا يعني يحدث بسبب انه يحدث هذا بسبب طفره مفرده. هذه الطفره تؤثر على تركيب الجلايكوبروتين بالهيم اجلوتينين. اذا عندي ايش راح يؤدي؟ اذا الانتيجينيك شيفت ايش راح الانتيجينيك درافت يعني اميزه التغيير اللي راح يصير به، يعني راح يحدث شنو؟ راح يحدث تغيير بالابيتوب، تغيير بالابيتوب اوف ذا هيم اجلوتينين، يعني يحدث تغيير في المحدد الانتيجيني. هذا المحدد الانتيجيني الابيتوب هو المسؤول عن ارتباط الانتيبودي بالهيم اجلوتينين انتيجين. اما بقيه التراكيب مال الاحمر، التراكيب الاخرى تكون تبقى ثابته، فقط انه التغيير صار ماينر، تغيير بسيط بالهيم اجلوتينين. هذا التغيير وين صار؟ تغيير صار الطفره، هذه الطفره سوى التغيير بسيط بالكلايكوبروتين مال الهيم اجلوتينين، يعني سوى التغيير بالابيتوب. اذا عندي الانتيجينك شيفت يعني اكر فريكوينتي، يحدث هو بصور متكرره ويكون يعني يحدث سنويا، وهو يكون مسؤول الانتيجينك درافت هو اللي يكون مسؤول عن ظهور السلالات اللي تظهر او الاوبئه مظهور عن ظهور السلالات التي تسبب اوبئه الانفلونزا سنويا اللي هو يلي. اذا انتيجينك شيفت هو تغيير مستضدي تدريجي منتظم ومتسلسل، يحدث بسبب انه تغيرات طفيفه بالهيم اجلوتينين والنيورامينيداز، وهذا يحدث على فترات متكرره. يحدث هذا بسبب طفره واحده، هذه الطفره الواحده سنجل ميوتيشن هذه هي اللي راح تاثر على البروتين السكري، اللي هذا يعني تاثر على البروتين السكري. هذا التاثير طبعا ايش راح يؤدي؟ يؤدي بتغيير في الابيتوبس، الابيتوبس بالمحددات الانتيجينيه. هذا الابيتوبس هو شنو؟ هو المسؤول عن ارتباط الانتيبودي بالهيم اجلوتينين انتيجين، بينما بقيه التراكيب مال الهيم اجلوتينين تبقى هي ثابته. اذا هذا هو النوع، هذا اللي اسميه انتيجينيك درافت، هو يكون المسؤول عن حدوث الاوبئه السنويه لفيروس الانفلونزا. اذا عندي شلون راح اجي افرق بين الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك درافت؟ اذا عندي الانتيجينيك شيفت هو ميجر انتيجينيك تشينج، تغيرات كلش تغيرات انتيجينيه تكون رئيسيه او تكون كبيره، اما الدرافت هو تكون ماينر انتيجينيك تشينج فورمينج نيو سب تايب. طبعا هنا بالانتيجينيك شيفت راح تنتج بانديميك سترين تكون تختلف عن الـ السترين القديمة أو السترين السابقة أو السترين اللي نتجت من عندها، بينما في نيو سترين أوف ذا فيروس يكون لي الانتشفت أن يكون لي عترة جديدة لكن ما تختلف عن العترة الأصلية. Large changes in the nucleotide of the RNA، تغيرات كبيرة هنا small mutations، طفرة صارت يعني مفردة أو طفرة متعددة صارت، هذه الطفرة وين؟ بتركيب الكلايكوبروتين بالهيم أجلوتينين
اللي هي اجلوتينيشن او نيوراميديز، هذا ادى الى انه صار تغيير بموقع الابيتوب، يعني تغيير طفيف. اكر از ريزلت جينيوم ري اسورتمنت بتوين تو ديفرنت سيروتايب، صار اعاده تبادل جينيتيك ري اسورتمنت، اعاده ترتيب او اعاده التصنيف الجيني، صار انه تبادل اكستشينج بتوين بين تو سترين، ادت الى ظهور يعني اكستشينج بتوين تو سترين، صار التبادل بالجينيتيك فورميشن بالمعلومات الوراثيه او بالسيجمنتد اوف ذا نيوكليك اسيد، ادت الى ظهور نوع جديد يختلف عن النوع اللي نتج من عنده هذه العتره الجديده. بينما هنا اكر ريزلت اكوموليشن عن طريق انه حدوث الميوتيشن، طفره هي اللي ادت هذه الطفره، تغيرات بسيطه بالجليكوبروتين اللي ادت الى حدوث تغير بالابيتوبس. انتيجينيك تشينجز ويتش ريزلت several anterior and in the new hemagglutinin and neuraminidase subtype. هنا التغيرات الانتيجينية احنا قلناها كانت كلش يعني كلش كبيرة اللي تحدث بالهيماغلوتينين والنيوراميديز يعني subtype، لكن هنا الانتيجينيتك يعني يصير بينهم شنو تغيير بالمواقع الانتيجينية الموجودة على جزيئة مثل البايرون. هنا أنا عندي large and sudden mutation، عندي هنا أنا طفرة تكون هي كبيرة وتكون مفاجئة، بينما هنا أنا عندي طفرة تكون عشوائية وتكون تلقائية. هنا أنا أيضا ال genetic shift يعني antigenic shift هو يعتبر هو شنو هو abbreviated drastic and continuous variation of antigenic structure. احنا قلنا بالانتيجينيك شيفت هو عباره عن يعني تغيير جذري ومفاجئ ومتعامل يعني متقطع، يعني بسبب انه هو يعني التغيير بالتغيير مفاجئ وجذري ومتقطع بالانتيجينيك ستراكشر بتراكيب الانتيجينيه اللي هي الهيماغلوتينين والنيوراميديز، بحيث انه هذا التغيير الكبير يؤدي الى ظهور سترين او بانديمك سترين تختلف عن السترين السابقه. الانتيجينيتك درافت هي عبارة عن تغيير او جينيتك فورميشن اللي راح يصير تدريجيا ومنتظم ويكون متسلسل، ويكون هو الانتيجينيك فاريشن تكون هي ماينر من النوع البسيط اللي تحدث بصورة متكررة وبصورة دورية. الريزلت اوف نيو سترين بالنسبة للانتيجينيتك شيفت، النيو سترين اللي هي تكون نوت ريليتد تو ذا بريكرسر سترين، ما لها علاقة ب مالها يعني النيو سترين اللي ظهرت نتيجة الجينيتك ريأسورتمنت أو نتيجة الانتيجينيك شيفت تكون تختلف عن البريكارسرز السابقة عن العثرة السابقة. بينما بالانتيجينيك ترافت احنا قلنا ماينر انتيجينيك ستراكشر تراكيب تغير طفيف كلش بالتغيير كلش بسيط بالانتيجينيك ستراكشر اللي هي اللي حدث بسبب سنجل ميوتيشن طفرة يعني طفرة مفردة أدت إلى أنه تنتج لي نيو سترين، هذا نيو سترين لكن أنه إلها علاقة بالبريكرسر سترين، إلها علاقة بالعتر الأصلية. الانتيجينيك شيفت يعني خلال الانتيجينيك شيفت راح يحدث جينيتيك ريأسورتمنت، جينيتيك ريأسورتمنت معناته التبادل اكستشينج بتوين تو سترين، يصير انه تبادل بين عترتين، راح يصير تبادل بالجينيتيك يعني بالسيجمنتيتد اوف ذا نيوكليك اسيد، تبادل بالقطع او تبادل بالجينيتيك فورميشن بالمعلومات الوراثيه تؤدي الى ظهور نيو سترين. الانتيجينيتك درافت هو عبارة عن سنجل ميوتيشن او مالتي ميوتيشن ان سيلكشن، اللي هو انه بحيث ان العترة اللي ناتجة تكون لها علاقة بالعترة الاصلية. هنا انا عندي الانتيجينيتك شيفت هو يكون مسؤول عن الابيديميك اند البانديميك انفلونزا، بينما هنا انا عندي الانتيجينيتك درافت يكون هو المسؤول عن الابيديميك اوف انفلونزا اللي تحدث سنويا. عندي بعض الملاحظات المهمة اللي انفلونزا تايب A هو يعني اظهرت لي نقول ماكسيمم انتيجينيك فاريشن يعني تغيرات جينية او مصطدية يعني كلش كبيرة، بينما انفلونزا تايب B الانتيجينيتك does not undergo antigenic shift يعني ما يحدث بها الانتيجينيتك شيفت، لانه ليش؟ بسبب انه انفلونزا بسبب ان انفلونزا تايب بي فيروس اولي راح تصيب الانسان، يعني ما عندها ريزرفر.
يعني there is no animal source of the nucleus new RNA segmentated. يعني ما عندها السيرفر بالنسبة للحيوانات، فقط راح يصير بالإنسان. إحنا عندنا الجينيتيك ريسورس مانج، هو شو راح يصير؟ هو يصير تبادل بالمادة هو التبادل اللي يحدث بين two strain، تبادل اللي يحدث بين يعني segment of the DNA، القطع مال DNA أو exchange، التبادل اللي يحدث بين genetic formation between two strain، بين عترتين، فيؤدي إلى حدوث genetic reassortment. إذن الفلونزا تايب بي فقط راح نشوف بها راح يحدث الانتيجينيتك انتيجينيتك درافت اللي هو انه حدوث سنجل ميوتيشن، بينما بالفلونزا تايب اي راح اشوف انه تحدث الانتيجينيتك شيفت والانتيجينيتك درافت. اما الفلونزا بالنسبه للفلونزا تايب سي جينيتك فورميشن راح نشوف نيفر اكا ما تحدث. ليش؟ بسبب انه الفلونزا تايب سي تكون هي يعني تكون هي الليكس تكون ناقصة للنيورامينيديز أنتيجين. الكلينيكال سندروم، الكلينيكال سندروم أهم العلامات السريرية اللي راح نشوفها بالشخص اللي راح تظهر عليه علامات الإنفلونزا. إنكوبيشن بيريود تكون كلش قصيرة من واحد إلى ثلاث أيام. ذا كلاسيكال يعني ذا كلاسيكال إنفلونزا سندروم هو عندي verbal يعني illness of sudden onset. طبعا هو يعتبر من الأمراض من يعني فيروس الإنفلونزا هو يعتبر من الأمراض الحموية، يعني مرض حموي تظهر علامات مفاجئة تظهر بها علامات مفاجئة. تميز هذه العلامات المفاجئة بالثرايكايتس التهاب القصيبات and مانكلي ماليجيا. طبعا هنا عندي من العلامات المميزة هو التهاب القصيبات، ماليجيا هو التهاب عضلي راح نشوفه ملحوظ. الهيدك وجع الرأس كيلز يعني القشعريرة، الفيفر، ماليجيا، انوركسيا اند سور ثورتس التهاب الحلق او اللثة، وهذا راح تظهر فجأة. طبعا هنا التمبريتشر تزداد درجة الحرارة من 38.3 الى 40 درجة مئوية. وطبعا الريسبيريتوريس يعني هذه هي تعتبر هي من علامات العلامات الجهازية. طبعا نو برودكتيف كولف اني كولف، هنا الكلمة تكون ما بها اي نواتج، وهي تعتبر هذه من الصفات المميزة. راح نشوف سنيزينج يعني الشخص راح يعاني من العطاس، رينو يعني رينو ريا ري يعني رينو ني رينو ريا رينوريا رينوريا هي يعني سيلان الألف and nasal obstruction يعني انسداد بالأنف، هي تكون من العلامات اللي هي تكون كوانس. أيضا من التقارير الأخرى تكون إنه الشخص راح يصير بفوتوفوبيا الخوف، إنه نازيا، vomiting، diarrhea، abdominal pain. طبعا هذه تبدي الأعراض acutely يعني بالطول الحاد، راح نشوف إنه دائما الطول الحاد راح نشوف الكافينج. mild and moderate يعني انسداد الأنف اللي يكون هو يعني قليل إلى متوسط. nasal discharge إفرازات المخاطية من الأنف. pharyngitis inflammation التهاب بالبلعوم. راح نشوف هاي كلها من العلامات اللي راح نشوفها تصاحب الفيروس الإنفلونزا. الكومبليكيشن المضاعفات اللي راح اشوفها في حاله الاصابه بفيروس الانفلونزا هو سكندري بكتيريا انفكشن. هناك بعض انواع البكتيريا اللي تصاحب لي او تكون مصاحبه يعني مصاحبه للاصابه الفيروسيه بفيروس الانفلونزا، وهي هاي راح تؤدي الى انه تهدد حياه الشخص يعني تهدد حياه الشخص بالخطر. من السكندري انفكشن بكتيريا المهمه هي ستافيلوكوكاي نيمونيكوكاس. طبعا هاي ستافيلوكوكاس نيمونيكوكاس هيموفيلوس انفلونزا، هاي تكون هي من البكتيريات المهمه اللي تسبب لي حدوث النيمونيا. اذا تعتبر هذه هي المضاعفات مالتها ميبي يمكن ان تؤدي الى حدوث الفيتال، تؤدي الى حدوث الموت. طبعا هذه شو وقت تصير الكومبليكيشن؟ طبعا هذا شو وقت راح يصير سكندري انفكشن بكتيريا، خاصه بالاشخاص اللي عمرهم فوق 60 سنه واللي عندهم امراض مزمنه مثل الدايبيتس او عندهم الهايبرتنشن يعني الضغط، او انه اشخاص اللي عندهم كرونيك كارديو ريسبيراتوري ديزيز اللي عندهم امراض تنفسيه مزمنه، او اللي عندهم الفشل الكلوي رينال ديزيز وغيرها من الأمراض، وكذلك أيضا في حالة البريغنت وومن اللي هي تكون دائما في حالة إميون ديبريشن. نقول ري آيز سندروم، طبعا هذه هي أيضا راح نلاحظها من الكومبليكيشن اللي تكون مصاحبة للفلونزا تايب بي. هذه طبعا راح نشوف دائما بالأطفال اللي عندهم تنكسات أو تغيرات تنكسية، راح نشوفها بالبرين والليفر أند كيدني. عندي سنترال نيرفال كومبليكيشن المضاعفات اللي حصير بالجهاز الجهاز العصبي
المركزي. طبعا هاي نسميها ظاهرة كيولين بار اللي هي نميزها بواسطة التهاب الإنوسيفيلاميلاتس التهاب الدماغ والنخاع وأند بولينفرايتس اللي هي التهاب الأعصاب. طبعا هاي حنشوفها يعني من نعتبرها احنا من الكومبليكيشن النادرة اللي تكون مصاحبة لعدوى الانفلونزا. ليبراتري دايجنوستس شو راح نشخص الليبراتري دايجنوستس؟ طبعا ديولوك خلال ابيديميك انفلونزا اهم شيء احنا راح نميزها عن طريق الكلينيكال ساينس العلامات السريه، لكن مع هذا ما يمنعنا انه نعتمد على الليبراتري ميثود بالتشخيص مال الانفلونزا. العينات هي نيزل اوف ثورات واشنج او سبتم اوف اني هاي العينات اللي اخذها نيزل او ثورات واشنج او سبتم حتى انه اسوي اني فايرال انتيجين يعني الفيرال انتيجين ان فيرال ار ان اي حتى اكشف عن الفيرال انتيجين واكشف عن الفيرال ار ان اي. الثورات جيرجلز انه فور ايزوليشن لما اسوي ايزوليشن للفيروس، من اسوي ايزوليشن للفيروس اما راح اسوي الايزوليشن بالتشيكن اكس امبريو او سيل تشو كلتشر او ليبراتوري انيمال. السيرم طبعا هنا السيرم راح ادور على الانتي بودي للفيرال اللي هي سواء كانت الاي جي او الاي جي ام. ديتكشن انتيجين دايركت انتيجين ديدكشن الكشف المباشر عن الانتيجين. طبعا هاي طريقه اللي استخدمها حتى ادور يعني انه اكشف بصوره مفاجئه عن الانتيجين عن طريق استخدام احد الطرق السيرولوجيه، هو اما ان استخدم اميونوفلورسنت انتي بودي تكنيك او استخدم الايزا او استخدم الاميونوسوربت اسي. طبعا هنا هاي تعتبر من الطرق السريعه اني راح تفيدني بتشخيص الانفلونزا، ولازم اني من اشخص الانفلونزا لازم اني خلال 48 ساعه لازم اني انطي تريتمنت. الطريقه اللي بعدها ريفرس ترانسكريبتيز بوليمريز تشينج رياكشن، طبعا هذه ايضا تعتبر من الطرق المهمه اللي استخدمها حتى اشخص الار ان اي مال الانفلونزا اللي سبب لي ريسبيراتوري سبيسمنت. طبعا هذه هي هسه حاليا الطرق اللي هي المهمه في تشخيص الفيروسات، تعتبرها هي هاي سنسيتيف ان هاي سبيسيفيك يعني عاليه الحساسيه وعاليه الخصوصيه، يعني انه اكشف عن الفيرال ار ان اي. ايزوليشن اوف ذا فيروس، طبعا ايزوليشن اوف ذا فيروس من اخذ عندي من الثورات جيرجلز الار specimen of the tooth. طبعا هنا انا السامبل مالتي لازم اني اخليها بالبروث او بالبفر يعني صوت الى حد ما اوصلها للمختبر، وبعد ذلك راح انه اسوي يعني ايزوليشن للفيروس اما اسوي ايزوليشن بالسيل تشو كلتشر او بالبرتري انيمال او بالتشيكن اكس امبريو. التريتمنت بالنسبة للإنفلونزا عندي الأمانتيدين عند الريمانتيدين، هذول العلاجين المهمين اللي استخدمهم حتى يعتبرهم كأنتي فيرال دراب اللي راح يأثروا لي على الانكوتينج اوف ريبليكيشن اوف ذا فيروس. طبعا هذول الاثنين الانتي فيرال دراب اللي تشوز اللي استخدمهم حتى اعالج الإنفلونزا. البريفنتيشن، البريفنتيشن شو راح امنع عني الإصابة؟ انه راح اخلي اميونو بروفلكسس فاكسين. طبعا الانفلونزا تايب اي عندنا سيرو تايب الهيومن H1N1 and H3N2 are most predominated human influenza. طبعا هذول الاثنين السيرو تايب اللي دائما اني اشوفهم اللي يصيبون الانسان. طبعا هو لازم اني اخذ فاكسين الترايفلنت فاكسين اللي يستخدموه بالعالم وهو ضد الانفلونزا، يعني اللي هو ضد الانفلونزا تايب اي اللي يتكون من ال H1N1 and ال H3N2 وياها انفلونزا تايب وياها انفلونزا تايب بي، فهذا يعتبروه يعني كترايفلنت فاكسين يستخدموه كلقاح ضد الاصابه بالانفلونزا تايب اي. الفاميلي الثانيه اللي هي اللي خليناها تحت عائله الأورثوميكزوفيروس اللي هي الباراميكزوفيريدي. الباراميكزوفيروس او باراميكزوفيريدي الباراميكزوفيريدي contains a group of the virus تحتوي على مجموعة من الفيروسات اللي هي راح transmission by راح تنتقل عن طريق الطرق التنفسية. طبعا اني make causes طبعا احنا يعني باراميكزوفيريدي اللي هي يعني وضعناها تحت مجموعة من الفيروسات اللي تنتقل عن طريق local respiratory infection اللي تنقل يعني اللي تسبب لي التهاب الجهاز التنفسي عند الأطفال مثل respiratory syncytial virus and parainfluenza virus.
أو إنه الفيروسات اللي تنتشر في جميع أنحاء الجسم dissemination throughout the body and causes high contagious disease اللي راح تنتقل تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتسبب أمراض شديدة العدوى بالنسبة للأطفال مثل عندي الماموس اللي هو عبارة عن الماموس هو عبارة عن parotid enlargement هو عبارة عن تضخم بالغدة النكافية أما عندي الماموس يعني المزلس اللي هو النكاف اللي هو أقصد به الرش اللي هو الطفح الجلدي. إذن البرامكسو بايليجي راح إنه هي أن يضم لي مجموعة من الفيروسات اللي أما راح تصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال يكون إصابة منها لوكالي موضوعيا وتشبه لي فيروسات الرسبيراتري سيتس الفيروس وعندي البانفلونزا فيروس أو إنه الفيروسات اللي راح تسوي ديسيميشن تنتشر عن طريق البلود فيزلز يعني عن طريق السيركوليشن مال الجس عن طريق الدوره الدمويه وتنتقل وتسبب لي هاي كونتيجيوس ديزيز بالاطفال عندي مثل النكاف وعندي مثل المزلز اللي هو الحصبه. كلاسيفيكيشن اوف ذا بارامكسو فيروس تصنيف البارامكسو فيروس. البارامكسو فيروس طبعا هي تضم لي 3 جينيريا 3 جينيريات مهمه اللي هي بارا انفلونزا فيروس وعندي موربيلي فيروس وعندي نيمونيا فيروس. اذا البارامكسو فيروس صنفتها او قسمتها الى 3 جينيريا اللي هي البارامكسو فيروس او بارامكسو بايريتي تضم 3 جينيريا. الجينيريا او الاولى اللي هي البارامكسو فيروس اللي هي تمتلك لي الهاف هاف بوث اللي هي بروتينين ان يوراميديز اند ذا انفلوب. البارامكسو فيروس الجينيوم الاول يمتاز انه حاوي على الهيما جلوتينين والنيوراميديز الموجوده بالانفلوب مع الفيروس. مثال على ذلك اليوم راح ناخذها برا انفلونزا شبيه بالانفلونزا تكون هي 4 سيروتايب انزل الممالس يعني الممالس فيروس فيروس النكاف. الجينيريا الثانيه يعني اللي راح تعود للبارا البارا مكسو بايريتي اللي هي موربيلي يعني موربيلي فيروس. الموربيلي فيروس هي فقط تمتلك الهيموجلوتينين بالانفلوب مع الفيروس. مثال على ذلك المزلز اللي هو فيروس الحصبه. النيمونيا فيروس طبعا هذه يعني ما تمتلك للهيموجلوتينين والنيوراميديز بالغلاف مع الفيروس. عندي مثال على ذلك رسبيراتري سنسيشيال فيروس الفيروس التنفسي اللي راح يصيب الاطفال. طبعا هنا which contain important human pathogen responsible for causing of the acute طبعا هاي هي الباثوجين اللي ذكرناها هي المسؤولة عن حدوث respiratory infection and contagious disease المسؤولة عن حدوث الإصابات أو العدوى بالجهاز التنفسي والأمراض المعدية اللي تصيب للأطفال وتصيب للأطفال حديثي الولادة وتصيب للأطفال البالغين. البارامكسو فيروس احنا البارامكسو فيروس هي ايضا سنجل ستران ار ان اي نيجاتيف سينس تكون تركيب السيمتري مالها هيليكاس. البارامكسو فيريتي قسمناها الى 3 جينيريا اللي هي ذكرناها البارامكسو فيروس الموربيلي فيروس وعندي نيمونيا فيروس. مثال على البارامكسو فيروس راح ناخذ اليوم بارا انفلونزا سيرو تكون 4 سيرو تايب من الواحد الى الاربعة وعندي الممالس اللي هو النكاف اللي هو اللاجمنت اوف باراتويد جلاند. الموربيلي فيروس جينيوم من مثال على ذلك عندي مزلز فيروس اللي هو فيروس الحصبة وعندي النيمونيا فيروس تشمل فيروس الريسبيراتوري سنسيشيال فيروس. عندي راح اخذ اول يعني البارا انفلونزا فيروس سيرو تايب المميزات مال يعني الفيروس البارا انفلونزا راح اخذ اول نوع اللي هو بارا انفلونزا فيروس اللي هو يعني بارا انفلونزا فيروس اللي هو المورفولوجيكال ماتر يعني اللي بارا انفلونزا فيروس هو بوليمورفيك يعني فيروس القطر مالته حوالي 150 الى 200 نانومتر ان دايمتر. طبعا هذا الفيروس هو يعني سنجل ستراند ار ان اي نيجاتيف سينس ان اللي الشيء المميز انه هو نون سيجمنتيتد. اذا البارامكسو فيروس تختلف عن الاورثومكسو فيروس انه جينيوم يكون نون سيجمنتيتد ايضا يكون انفلوب يكون نيجاتيف سينس ار ان اي. عندي البروتينات اللي 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 موجوده هي عندي نيوكلوبروتين اللي هي بي ان ال انت سراوندد بواسطه هيليكلز نيوكلوكابسايد النيوكلوكابسايد تكون هيليكلز بالاضافه لانه يحتوي على كلايكوبروتين سبيكس كلايكوبروتين سبيكس اللي هي جلوتينين ونيوراميديز بالاضافه الى وجود البروتين النوع البروتين الثالث نسميه اني اف فيوجن يعني اف فيوجن بروتين اللي هي الجلوتينين والنيوراميديز اثنيناتهم موجودين على نفس السبيكس بينما الاف بروتين يكون هو منفصل. الاف بروتين هو يعتبر من المدياتر الفورميشن اللي تتكون بالمالتي نيوكليتد جاند سيل.
أنا هذا هو شكل البارا الشكل يعني هذا هو شكل البارا فلاونزا فيروس. هو شلون يكون تركيبه؟ ان انا يكون سيفيليكال شيب، يكون كروي الشكل، يمتاز انه هو سنجل سترون نيجاتيف سنس، سنجل سترون نيجاتيف سنس انفلوب فيروس. تشوفون هنا الـ يعني عندي البروتينات اللي هي مجلوتينين اللي هي تكون شكلها ترانجل ونيوراميديز، بالاضافه الى وجود الاف بروتين، هذا هو الاف بروتين. هنا انا عندي السنجل سترون ار ان اي، يعني سنجل سترون ار ان اي نيجاتيف سنس، وهنا وجود البروتينات اللارج بروتين بوليمريز اللي هي وجود الفوسفور بروتين ايضا ووجود النيوكليو بروتين. الانفلوب يكون هو ليبيد، يعني ليبيد باي لاير، يكون هو ليبيد يعني ليبيد باي لاير، وايضا وجود الماتريكس بروتين هو عباره عن البروتين اللي راح يبطل لي الغلاف مال الفيروس من الداخل. برا فلاونزا سيروتايب، كم عندي سيروتايب؟ عندي احنا ذكرنا انه فلاونزا برا فلاونزا سيروتايب عندي 4 سيروتايب اللي هي برا فلاونزا تايب A وB، يعني تايب 1 و2 و3 و4. اذا برا فلاونزا تايب A او اسميها هيومن برا فلاونزا تايب، يعني هيومن برا فلاونزا تايب A، هذه حسبب لنا الجروبس. الجروبس هو الخناق، الخناق بالاطفال. الجروبس هو عباره عن مرض تنفسي يظهر على شكل manifestation swelling near، يعني هو يظهر على الأفة مالته انه هو يصير تورم، بالفوكال كرود بالحبال الصوتيه وفي اجزاء الاخرى الموجوده بالابر respiratory system. هذا النوع الاول اللي اسميه هو برا انفلونزا تايب 1. النوع الثاني اللي هو برا انفلونزا تايب 2 هو يسبب لي ايضا الكروب يعني بالاطفال، يسبب لي ايضا الخناق بالاطفال، لكن انه لكن الاطباء يعني انه الاكتشاف ما تكون اقل من النوع الاول. لذلك دائما اشوفه انه راح يظهر لي في يعني في فصل الشتاء ويكون اقل حده من النوع الاول. البرا انفلونزا تايب 3 طبعا هو هذا هو المهم اللي يكون هو هذا اللي له علاقه بالنيمونيا والبرونكايتس، التهاب يعني له علاقه بذات الرئه والتهاب بالقصبات، اللي راح اشوفه انه هو عباره عن انفلاميشن او تورم، راح يكون ب يعني بالمجرى الهوائي مال الرئه. طبعا هذا يسبب طبعا هذه الافه مالته او انه المرض يظهر في فصل الربيع وبدايه الصيف، وطبعا هذا يعني في بدايه الربيع والصيف، ويكون يعني يكون ايضا يعني مستوى يكون ايضا يظهر على مدار السنه. البرا فلاونزا تايب 4 طبعا هذا يكون نادر عن بقيه الانواع الاخرى، عكس الانواع الاخرى والانواع او السلالات الاخرى، ويكون يعني الموسم مالته يعني ما له موسم محدد يعني بالظهور. اذا الاهم الكلينيكال ساينس للبرا فلاونزا تايب، يعني اهم الكلينيكال ساينس للبرا فلاونزا فيروس اللي هي كومن كولدز اللي هي البروده، اللي هي الكومن كولدز يعني البروده اللي راح نشوفها بالفور سيروتايب، يعني فور سيروتايب برا فلاونزا فيروس. اللانجيو ترايكو برونكايتس اللي هي تسبب لي الجروبس اللي هي تسبب لي الخناق، راح اشوفها اني بالبرا فلاونزا تايب 1 وتايب 2، واقل شيء بالاطفال واقل شيء بالجروب، يعني اقل هي للاطفال اللي عمرهم اقل من 3 سنوات. البرونكايتس والنيمونيا التهاب القصيبات والرئه دائما اشوفهم بالفلاونزا برا فلاونزا تايب 3. الدياجنوستيك شلون اشخص البرا فلاونزا فيروس؟ عن طريق الكلتشر ان ايزوليشن. طبعا الكلتشر ان ايزوليشن انه راح اخذ سبيسمنت اللي هي ثورات نيزل سواب، اسوي لها فايرال ايزوليشن. طبعا الفايرال ايزوليشن راح اسوي لها اما بالتشيكن اكس امبريو لايبرتني انيمال، او انه بسوي لها بالاكس يعني بالتشيكن اكس او سيل تشو كلتشر او لايبرتري انيمال، واجي الاحظ السيتوباثيك افكت اللي راح تسبب لي اياها الفيروس على النسيج. السيرولوجيكال طبعا انا ايضا ادور على التايتر مال الانتي بودي مال البرا فلاونزا فيروس، سواء كان الانتي بودي الاي دي جي او الاي جي ام. طبعا انا ما عندي التريتمنت، نو سبيسيفيك، ما عندي علاج خاص، يعني فقط انطي سبيوريتيف تريتمنت، انطي علاجات سانده. Laboratory diagnostic. Laboratory diagnostic. هنا أنا أشرح أعتبر على التشخيص المختبري. Laboratory diagnostic إنه أسوي يعني direct antigen detection،
اقدر استخدم السيرولوجيكال تيست مثل إلايزا ميوم فلورسنت تكنيك حتى ادور على الهيومن هيومن بارافلونزا فيروس انتيجين. المولكيولر طبعا هنا اني استخدم ريفرس ترانسكريبت تيست بوليمرايز تشينج رياكشن، طبعا هي تعتبر هذه من الطرق المهمه اللي راح تميز لي او تكشف لي عن الهيومن بارافلونزا تايب اي او تايب 2 او تايب 3، يعني تكشف لي عن الجينيوم ان كلينيكال سبيسيمنز. البريفنشن اند كنترول، طبعا هنا انا عندي البريفنشن ان شاء الله حصيته انه there is no vaccine، ما عندي فاكسين بالنسبه للهيومن بارافلونزا فيروس، لكن انه ايش راح اسوي هنا انه بالنسبه لل يعني انه يعني لازم انه اخذ احتياطات، طبعا هذه الاحتياطات لازم انه اخلي بالي washing of the hands، طبعا اغسل اليد تقريبا يعني with the water كل 20 دقيقة، اتجنب انه ألامس العين والنويز والموت، واتجنب انه اسوي contact الاختلاط ويا الناس اللي هم سك مرضى. الان انتقل الى فيروس الاخر اللي هو منو عندي الماموس فيروس. الفيروس الماموس فيروس او ما اسميه فيروس النكاف اللي هو انفلاميشن اوف ذا باروتيد جلاند، هو عباره عن الالتهاب اللي يصير بالغده النخاميه، اما يكون يعني الالتهاب يكون من سنجل باروتيد انفلاميشن بالسنجل باروتيد جلاند او انه راح يكون بايلاترال. بايلاترال يعني انفلاميشن اوف ذا سليفري جلاند او ما يسميها باروتيد جلاند، هو عبارة عن acute infectious disease of the children، هو عبارة عن مرض حاد ومعدي بالنسبة للأطفال. راح نميزه بوسطة acute non-subjective painful swelling، يعني هو عبارة عن ألم وتورم بالسليفري جلاند أو باروتيد جلاند اللي هي سببها اللي راح بسبب حدوث الممص، هي اللي تسبب لي فيروس النكاف. المورفولوجيكال الممص طبعا هو احد انواع البارامكزو يعني فيروس، كونتين يحتوي على سنجل سترانج، هو سنجل سترانج نيجاتيف سنس ار ان اي، ويكون ايضا حاوي على الانفلوب. طبعا هنا انا عندي تو سيرفيس جلايكوبروتين اللي هي الهيموجلوتينين والنيورامينيديز، واحنا قلنا الاف بروتين هي المسؤول عن يعني اتحاد الليبيد ممبرين، يعني مسؤول عن حدوث يعني انفيوجن اتحاد الليبيد ممبرين اوف ذا فيروس على سطح الخليه الهدف. هذا هو يكون شكل سفيريكال شيب، عندي هذا نيوكليوكابسايد، وهنا انا عندي الام بروتين، وهنا عندي البوليمريز بوليمريز كومبلكس انزيم، عندي الاف بروتين هيموجلوتينين ونيورامينيديز، وعندي ايضا الام يعني ام بروتين. هذا هو تركيب الممز فيروس. الترانسميشن اوف ذا انفكتد، شلون راح ينتقل فيروس الممز؟ ينتقل فيروس الممز عن طريق انه الشخص المصاب راح يكون هو سورس اوف انفكشن، مصدر للاصابه. البيشن ريمين يبقى انه معدي قبل يعني يبقى معدي خلال 9 ايام الاولى قبل اندلاع او قبل حدوث التورم بالباروتيد جلاند، وبعد 7 ايام من حدوث التورم. طبعا الانتقال راح يكون من شخص الى شخص اخر، يمكن عن طريق الانتقال يكون عن طريق ريسبيراتوري دروبليتس عن طريق الغدد التنفسي، وعندي انفكسنيشن بيبل الناس اللي غير ملقحه والناس اللي عندهم ميونوسبريشن تكون هم اكثر عرضه للاصابه بفيروس الممالص النكاف. اهم من الكلينيكال ساينس، الكلينيكال ساينس طبعا العلامات السريريه للنكاف الكوبيشن بيريد هي تكون طويله، تاخذ حوالي من 12 الى 25 يوم. موست انفكشن اكثر الاصابات هي تكون اسيمبتوماتيك بدون اعراض، لكن انه نشوف الاعراض اللي تندرع من فصوله مفاجئه، فيفر هيد هني هيدنج اللي هي فيفر والهيدنج يعني الحراره ووجع الراس، هي من تعتبر من انيشال سبتم اللي راح الاحظها بالفيروس النكاف. راح اشوف انه التورم بالفول الم متورم بالباروتيد جلاند بالغده النكافيه يكون يونيلاترال او بايلاترال، اند وهذا يكون مصاحب للفيفر لوكال بينز اند تندرنس. عندي ايضا نقول الإبيدومو أوركايتس التهاب البرزخ والتهاب الخصى، أيضا تعتبر هي من العلامات المميزة أو من الفستيجيشن الثانوية اللي راح أشوفها بالأشخاص البالغين. أيضا راح أشوف البروتودايدس، أشوف الأوركايتس، أند راح أشوف يصير يعني تست يعني أتروفي بالتستس، أند يعني أند الستيرايتي يعني انه شخص خاصه البالغ راح يصير عنده اتروفي تليف بالتيستس، وايضا راح اشوف انه راح يصيب بالعقم.
من الكومبليكيشن الاخرى اللي راح اشوفها بالمامس اللي هو منينجيو انسفيلايتس، التهاب الدماغ والنخاع، التهاب الدماغ والمخيخ هي اكثر الكومبليكيشن اللي راح نشوفها بالنسبه للاطفال اللي يصيبون بالمامس. الدياجنوستيك اشخص المكاف عن طريق كلينيكال ساينس، عن طريق العلامات السريريه، اسوي ايزوليشن للفيروس عن طريق الايزوليشن، انه العينات اللي اخذها هي سلايفا سيلبرال سباينال فلويد او اليورين. طبعا هنا انا اسوي لها الايزوليشن اما بالسيل تشو كلتشر او بال يعني السيل تشو كلتشر او السيل تشو كلتشر يعني، والاحظ السيتوباتيك افكت اللي راح تسبب لي اياها الفيروس. طبعا من العلامات المميزه هي الجان سيل. السيرولوجيكال انه اداء اني السيرولوجيكال استخدم احد الطرق السيرولوجيه حتى انه ادور انه الاحظ ارتفاع الانتي بودي سواء كان الاي جي او الاي جي ام. احد الطرق السيرولوجيه اللي استخدمها هي كومبلمنت فيكسيشن تيست، الهيموجلوبينيشن تيست او الالايزا. التريتمنت انا ما عندي تريتمنت، فقط راح استخدم سبيروتيف سانيدات. اما بالنسبه للبريفنشن راح انطي لايف فاكسين اللي هو لايف فاكسين او اللي هو يكون لقاح الحي اللي هو يكون او المضاعف اللي يكون هو امين ويكون هو كلقاح كافي. الممولس اي جي جي كان يبي يعني استخدمه كان بيو حتى امنع نور اميونيزيشن الاشخاص اللي يكونون غير ممنعين ضد الفيروس. المزلز الفيروس، الفيروس الحصبة هو يعتبر يعني من الأمراض اللي الفيروسية الشائعة اللي أميزها بواسطة فيفر كونجكتيفايتس. راح يعني أميزها بواسطة الفيفر يعني حرارة والتهاب منتحبة العين. ومن المميزات المهمة يعني الباثونومك الباثونومك يعني سبتم اللي هو اسميها الكوبليك سبوت. الكوبليك سبوت هي تعتبر من المميزات المهمه المميزه اللي راح اشوفها يعني المميزه لمرض الحصبه. It is one of the five في كلاسيكال اكزونوميكس ديزيز، يعتبر هو واحد من اهم الخمس امراض مهمه تصيب الاطفال بالعالم بالاضافه الى تشيكن بوكس روبيلا اند روزيلا. إذن مورفولوجيكال للمزلز فيروس اللي هو تكون سفيريكال شيب، يعني هنا يكون القطر مالته او القياس مالته 120 الى 250 نانومتر ان دايمتر، هو ايضا نيجاتيف سينس ار ان اي جينيوم، ايضا يكون محاط بالهيليكال سينيوكلونيوكليوكابسايد ويكون حاوي على الانفلوب. الانفلوب يكون حاوي ان يكون يحمل البروتينات السطحيه اللي هي نيبا بروتينين ونيوراميديز وماتريكس بروتين، وعندي فيوجن بروتين، وعندي لارج بروتين وفوسفو بروتين اند نيوكليو بروتين. الترانسميشن اوف انفكشن، شلون راح ينتقل يصير انتقال للمزلز فيروس، فيروس الحصبه. طبعا هو المزلز فيروس هو يعتبر من الفيروسات يعني يعتبر من الفيروسات التنفسيه. اذا الفيروسات التنفسيه اللي راح ينتقل عن طريق دروبليت. البيشن انفكتف، الشخص يكون هو معدي يعني قبل 3 ايام من اندلاع المرض وبعد الانتشار الطفح الجلدي. طبعا هو يعني اكثر الاصابات راح تصير بالبدايه وبعد ما تندلع الطفح الجلدي. طبعا الفيروس راح ينتقل من شخص الى اخر عن طريق الانهيليشن او عن طريق الدروبليتس ابداد او عن طريق الكافينج اند سنيزك، يعني الشخص من يقح او من سنيزك يعطس راح يؤدي عن طريق الدروبليتس راح ينتقل الفيروس من شخص الى شخص اخر. طبعا هي الكلينيكال ساينس اميزها بثري ستيج، ثلاث استيجات مع انكوبيشن بيريد من 8 الى 12 داي. الممالس هاي كونتيجيوس يعني فيربل انس من الامراض الحمويه. طبعا البرودومينال فيس الطور الاول او بدايه المرض انا حميزه بواسطه هاي فيفر يعني حراره عاليه، يعني ماليزيا يعني انوركسيا كونجكتيفايتس كاف اند كروزي، هذول من العلامات المميزه المهمه. اند كوبليك سبوت، الكوبليك سبوت هي عباره عن تايب نقول از ا تايب يعني توبيكال باثوجين ليجن، هي تعتبر من التوبيكال يعني تعتبر من الليجينات المهمه اللي راح اشوفها وين بالميوكوزا ممبرين، راح اشوفها بالغشاء المحاطي تظهر لي داخل الفم. اذا بقع يعني كوبليك سبوت، هي شنو كوبليك سبوت؟ هي عباره عن شنو يعني بقع يشبهوها انه حبيبات رمليه يعني موجوده على قاعده حمراء. اذا عندي
هي عبارة عن يعني عبارة عن الكومبلكس بوت، هي عبارة عن مادة حبيبية رمادية مزرقة تكون على قاعدة حمراء، وتكون اللي هي فلوشت جرين جرينت سبستانس اون ذا ريد ان ذا ريد بيس which is usually appear تظهر بالبقى الكافتي بالغشاء بالأغشية المخاطية اللي هي تكون بجانب second molars يعني بالبطانة مال اللثة أو بطانة الفك. طبعا هاي وجودها يعتبر من الـ من الـ من موجود الكوبليك سبوت تعتبر آني من العلامات المميزة للمزلز فيروس. طبعا هاي هي الكوبليك تشوفوها هاي داخل اللثة، هاي الكوبليك هاي البقعة الحمراء البقعة الرمادية المزرقة اللي تكون موجودة على قاعدة اللثة، هاي هي الكوبليك. هنا أنا عندي الفيس الثاني اللي هو رش اندلاع الطفح الجندي. طفح الجندي هي ميوكو بابيول رش تظهر بعد من 12 إلى 24 ساعة من ظهور الكوبليكس سبوت. طبعا الرش تبدأ يعني تبدأ الطفح الجندي يبدأ من الوجه بعدين ينتشر للأطراف يعني الجذع والأطراف وراحة القدم وباطن القدم وراحة اليد، وبعد 5 أيام يبدي بالاختفاء. بعد يوم الخامس ايش راح يصير؟ يصير تقشر بالطفح الجلدي، يبدي الجلد يتقشر، وخاصه يعني باستثناء التقشر اللي براحه اليد او بالقدم. يعني بعد اسبوع راح يصير تقشر. عندي المرحله الاخيره اللي هي المرحله او الطور الاخير، راح نشوف انه الطفل يبدي انه يفقد الوزن مالته ويبدي يعاني من الضعف لسيفيرال داي لعده ايام. ها هي كوبليكس سبوت، هاي هي قطعة الكوبليكس. شوفوا انه القاعدة حمراء وهي تكون عبارة تشبه حبات الرمل، تكون رمادية مزرقة على قاعدة حمراء. هاي هي الرش اللي تبدأ من الوجه والاطراف، وبعد 5 ايام او 6 ايام يبدي الجلد يتقشر. هنا انا كاركترستيك اوف ذا مامس الحصبة الالمانية، تشوفوا شلون راح يميزها. الفيروس سبريتد عن طريق يعني ينتقل الفيروس عن طريق التنفس او عن طريق القطرات مال الرذاذ او عن طريق التلامس مع سطوح الملوث. الفيروس grow in the cell يعني راح ينمو بالخلايا اللي هي بالثورة بالحنجرة وباللانج، وتبدي العلامات راح تظهر بعد 110 الى 12 يوم. الشخص اللي مصاب راح نشوف انه فيفر طبعا من يومين الى 3 ايام، وبعد ذلك راح نشوف انه يعاني من كاب يعني ريني نويز، وايضا انه يعاني من كونجكتيفايتس التهاب ملتحمة العين. بعدها تظهر لنا بقع كوبليكس، وبعدها راح نشوف الشخص يعاني من الرش اللي راح نشوفها يبدي من الوجه وبعدين ينتشر بالاطراف. طبعا هنا هو هذا شوفوا انه الرش انه الطفل، هاي هي الرش انه الطفح الجلدي اللي يكون هو سبب المزلز فيروس. المضاعفات اللي راح نشوفها اللي بسبب المزلز فيروس هي دياري ام فوميتنج، طبعا هاي ادو الى حدوث الديهايدريشن. عندي الاودستايتس، عندي كونجكتيفايتس، وعندي لانجيتس التهاب الانجيتس، وعندي نيمونيا انا برونكايتس، هاي تؤدي الى حدوث الجروبس يعني الاختناق، وعندي سينوسيس ايضا. بالنسبه للنساء البريجننت نساء، بالنسبه للنساء الحوامل، ان الممص الحصبه ايش راح يسبب لي؟ سبب لي مسجلج، سبب لي حدوث الابورشن اند ستيل بيرث يعني موت الجنين. ويمكن انه خلخ عن دائما راح اشوفها اللي خاصه للنساء اللي تكون بعمر اللي تكون بريجننس بعمر 37 اسبوع. وايضا ان البيبي اللي راح يعني البيبي لما يصاب في اثناء البريجننس اوف ذا وومن وذ ذا مامس راح يكون الوزن مالته يكون لما يجي يكون لور بريث وايت، يكون وزن كلش مالته قليل. الدايكتوستيك عن طريق كلينيكال ساينس، العلامات الزريبية ايزوليشن اوف ذا فيروس، اسوي عزل الفيروس بالسيل تشو كلتشر، واجي يعني الاحظ السيتوباتيك افكت اللي حيسبب لي اياها الفيروس في اثناء الايزوليشن، او عن طريق السيرولوجيكال راح ادور عن ارتفاع الانتي بودي، طبعا تايتريشن اوف انتي بودي الخاص بالفيروس سواء كان الاي جي جي او الاي جي او الاي جي ام. الميجرمنت شلون راح اخلي انا، طبعا ما عندي انتي فايرال دراج خاص لكن استخدم السبيروتيف السانيدات. طبعا الشخص اللي راح يصاب بالحصبه اقدر انطيه فيتامين اي، طبعا فيتامين اي له علاقه كلش وثيقه ب او مشاكل بالاصابات الفيروسيه، وخاصه يعني في حاله الاصابه بفيروس المامس فيروس الحصبه.
الفاكسين. هذا الفاكسين هو الفاكسين. طبعا انا هنا استخدمه ممارس فاكسين از الايف اتيتويد فاكسين، استخدم لقاح حي مضاعف هذا اللقاح الحي. طبعا اني فيرست دوز الجرعه الاولى من اللقاح انطيها بالاطفال اللي عمرهم، طبعا الاطفال اللي عمرهم 12 شهر. طبعا هاي يستخدموه بالولايات المتحده الامريكيه، وبعدها بتسعة اشهر راح ينطون الجرعه الثانيه. ويمكن ايضا يستخدموه بعمر اما 12 شهر او عمر 9 اشهر، بهاي ينطوك الفيرست دوز. الجرعه الثانيه لما الطفل يبدي يدخل عمر المدرسه اللي هو من 4 إلى 6 سنوات. بالعراق التمنيع يعني يكون للفاكسين بعمر 9 اشهر، بعدين راح ينطون الجرعه الثانيه اللي هي الام ام ار اللي هي الماماس المازلز اند روبيلا، اللقاح الثلاثي اللي هو يكون ينطوه بعمر 15 شهر. عندي الاخر اخر سبيشيز او ريسبيراتوري سينسيشن فايروس اللي هو يعتبر من الفيروسات اللي راح تصيب الاطفال وسبب لي التهاب البرونكايتس اند نيومونياتس، خاصه بالاطفال اللي عمرهم اقل من 6 اشهر. طبعا الافات المميزه هي البرونكايتس، التهاب القصبات، نيمونيا، عشق النيمونيا، وايضا راح يصيب لي اجزاء اللور ريسبيراتوري تراكت الاجزاء المنخفضه للجهاز التنفسي بالنسبه للاطفال. فيروس الفيروس شكل الفيروس هو يكون بوليمورفيك، يعود الى عائله الباراميزوفايريتي. طبعا ايضا احتوي على ميجر سب تايب يعني هو الاي والبي، معهم هذول يعني الاي والبي الريسبيراتوري سينسيشن فيروس تايب اي وتايب بي. البروتينات الكالكوبروتين المهمه اللي هو موجوده اللي موجوده على سطح الفيروس هي عندي اثنين، هي الاف والجي. الاف يعني يلعب دور مهم في infusion of the viral envelope with the plasma membrane of the host cell. الجي بروتين يعني يساعد الفيروس على attachment of the host cell، يساعد على اتصال الفيروس على سطح الخلية الهدف. هذا هو شكل ال respiratory syncytial virus. هنا هو عندي ال RNA single strand negative sense، وهنا عندي هذا البوليمريز بروتين، وهنا عندي الفوسفو بروتين، وهنا عندي عندي هنا الاف بروتين والنيكلو بروتين، وهنا عندي الجي بروتين، وهنا عندي الماتريكس بروتين، ايضا الماتريكس بروتين القلب البروتيني، وعندي ايضا الممبرين اللي هو يكون ليبيد باي لاير. كلينيكال ساينس اني احنا السينسيشن فايروس راح يصيب اللور بارتس اوف ريسبيراتوري سيستم، الاجزاء المنخفضه او الاجزاء السفليه للجهاز التنفسي. اذا اول علامات مميزه اللي راح نميزها هو برونكايتس ونيمونيا. طبعا هذه البرونكايتس والنيمونيا دائما راح اشوفها بالاطفال اللي عمرهم اقل من 6 اشهر. لما يصيب الابر ريسبيراتوري تراك راح نشوف بالنسبه للابر ريسبيراتوري تراك راح نشوف كولد كمان كولد اللي هي البروده. من المضاعفات اللي راح يسبب لي اياها الريسبيراتوري سينسيشن فايروس هو راح يسبب لي اوليستاتس ميديا، التهاب الاذن الوسطى، ويسبب لي اضطرابات بالكارديو مايوكاردايتس يعني اضطرابات قلبيه. هذا هو الفيروس، وهنا شلون راح يصيب الرئه وشلون راح يصيب القصبات بالنسبه للاطفال اللي عمرهم اطفال حديثي الولاده اللي عمرهم اقل من 6 شهور. الدياجنوستيك شلون راح اشخص الفيروس، اشخصه عن طريق الكلينيكال ساينس عن طريق العلامات التنفسيه اللي راح اشوفها على الطفل، او عن طريق اسوي يعني فايرال ايزوليشن اعزل الفيروس واشوف السيتوباتيك افكت اللي يسبب لي اياها الفيروس، او انه اجي الى فحوصات السيرولوجيه السريعه اللي هي فحص الالايزا او فحص الاميونوبرزنت تكنيك، او انه كومبليت فاكسيشن تيست او النوازيشن تيست او الالايزا، حتى انه اجي ابحث عن او الاحظ زياده ارتفاع الانتي بودي يعني انتي بودي للفيروس اللي هي الاي جي جي او الاي جي ام. التريتمنت عندي الرايبي فايرون هي تعتبر اني هو الدراج اوف تشوز العلاج المناسب اللي استخدمه، ويستخدموه كايروزل كبخاخ اللي يستخدموه لعلاج الريسبيراتوري سينسيشن فايروس. اما البريفنشن عن طريق استخدم اللايف اتنتويتد فاكسين. اللايف اتنتويتد فاكسين اللي هو اللقاح الحي المضاعف ينطيني لونج تيرم يونيتي مناعه طويله الامد.